يقول أفيدكم أنني قد حجيت مفردا وقد أكملت الحج، وعندما رميت جمرة العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام وهو يوم العيد ومعي زوجتي، وقد رفضت معه في الليل، يعني جامعته. في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جدا، لكنه يقول لي إنه جامع زوجته ويقول: وأنا والله ثم والله لم أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي، وأني حجيت عام 1999، فما حكم حجي هذا؟ حكم حجه صحيح ولا شيء عليه ما دام جاهلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمرت قلوبكم. ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. على هذا نقول للرجل: لا تعد لا بمثل ما فعلت. نعم.